الأحزاب واستشعارا من الأحزاب المصرية والقوى السياسية، وفي ظل حالة الحراك السياسي التي تشهده المنطقة العربية وفي القلب منها مصر، وفي ظل التحديات والمخاطر التي تهدد المنطقة العربية، توجهنا بالنداء استلهاما من كلمتي مصر وفلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر إعمار غزة، واللي كان بنشرف بأن يكون على لسان السيد محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، من التأكيد على أن المناخ الإرهابي الذي يسود المنطقة هو في الأصل في أن عدم إقرار الحق الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وإنهاء حالة الاحتلال يخلق بيئة حاضنة لأي فكر إرهابي وتطرف. وهو تاريخيا أن دولة إسرائيل أنشئت بفعل عصابات إرهابية، فده أصبح مطمعا ومغنم لأي حد يفكر أن يعيد التجربة، فخلقت مزيدا من التطرف. وكان في كلمة الرئيس السيسي أن عدم حل القضية الفلسطينية، حل عادل يحقق حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، يخلق محاور وتنظيمات ترفع شعار الدولة الفلسطينية والحق الفلسطيني، وهي تستهدف ما هو أبعد من ذلك. لذلك استشعرنا بمدى أهمية وضرورة دعم التحرك الفلسطيني والدبلوماسية الفلسطينية التي أثبتت نجاحات رغم الظروف والمعوقات وغياب الدعم العربي سواء الرسمي أو الشعبي نتيجة ما تتعرض له المنطقة العربية، أنها أنجزت منذ عامين في نوفمبر عام 2012 عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة باستصدار قرار وتوصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح العضوية الغير كاملة لفلسطين التي تمنحها حقوق أخرى، بالإضافة إلى الفعل الفلسطيني على الأرض في إقامة مؤسسات الدولة انتظارا للحظة الراهنة، بالإضافة إلى التحرك على مستوى العالم، بالإضافة إلى قبول التفاوض والتفاوض والتفاوض. فحينما استشعرت القيادة الفلسطينية هذه المخاطر كان تحركها الدبلوماسي على مستوى العالم حقق نجاحات من أول بشائرها اعتراف دولة السويد بدولة فلسطين، ثم التصويت وإن كان رمزيا في مجلس العموم البريطاني، وهو عندما يعني يوضع في ظل قراءتنا وفهمنا للعقلية البريطانية والإنجليز في التفكير، وهم أصحاب وعد بلفور الذي يأتي مناسبته علينا بعد أيام قليلة في نوفمبر، الذي منح من لا يستحق من لا يملك. أيضا في هذا الإطار أن احنا النهاردة 27 أكتوبر، أذكر زملائنا والجميع أن 29 أكتوبر عام 56 يعني من 58 سنة يعني هاجمت إسرائيل قطاع غزة الذي كان يخضع أو تحت الإدارة المصرية، وشاركت إسرائيل في العدوان الثلاثي عام 56 مع إنجلترا وبريطانيا، ليس لأن مصر شنت هجوما على إسرائيل، لا، لأن مصر مارست الحق الطبيعي للسيادة الوطنية، أنها أعلنت على لسان وبصوت الزعيم خالد الزكري جمال عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس بحيث تصبح أرض مصرية وشركة مصرية، فهذا الأمر أغضب كل هؤلاء وأخذوا الموقف، أرادوا أن يعني يكسروا الإرادة الوطنية المصرية بعدوانهم الثلاثي في عام 56 الذي انتهى في يوم 23 ديسمبر عام 56. هذا يعطينا أن احنا نعقد لقائنا في الاصطفاف الأحزاب، لقاء الأحزاب المصرية من أجل دعم الحق الفلسطيني لإنهاء الاحتلال والاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية، وأيضا نضيف لحضراتكم الخروج بالقضية الفلسطينية من العباء الأمريكية الراعي المنحاز للمحتل والمغتصب، حيث أن حالة فلسطين تمثل الحالة الفريدة في العالم، حالة احتلال وكل يعني أشكال الاحتلال انتهت في العالم،
في أعقاب الحرب العالمية الثانية وحركة التحرر الوطني، أما فلسطين فهي تمثل حالة فريدة لأنها حالة اختلاع واغتصاب في ذات الوقت وليست حالة احتلال. كل هذه الأمور تطرح علينا أن احنا نؤكد على هذه المبادئ الثلاثة. وإحنا بيشرفنا ويحضرنا حزب الوفاق القومي، حزب مصر الحديثة، تحالف 25-30 الدكتور مجدي زعبل، زميل المحلل والباحث السياسي محمود جابر، ويحضرنا أيضا من أشقائنا من، وطبعا في اعتذارات للأسف الشديد إن في تحالف الجبهة، ائتلاف الجبهة المصرية الوطنية بيعقدوا مؤتمر الآن في قنا في جنوب الصعيد ضمن خطة عقد عدد من المؤتمرات في القطاعات الجمهورية تمهيدا للانتخابات البرلمانية. لكننا نرى أننا يجب أن نمشي في خطوط متوازية ولا يمكن تأجيل خط على خط، وهو فكرة القضية الوطنية وهي الأساس الذي يشكل وعي الحركة السياسية المصرية عبر عقود طويلة. بل نقدر نقول إن يعني إذا قلنا على مدى قرن من الزمان منذ صدور وعد بلفور ومنذ يعني اتفاقية سايكس بيكو لتقسيم المنطقة العربية بين مناطق النفوذ الاستعماري، يمر يعني نقترب من إكمال قرن من الزمان. على مدار هذا القرن من الزمان تشكلت حركة الحركة الوطنية والقومية في المنطقة العربية وفي القلب منها مصر على مدى التلامس مع هذه القضية، وتقيم كل الحركات بناء على هذا الأساس. لذا اتفقنا جميعا الحضور على تفعيل دور الأحزاب المصرية في ضرورة توفير وخلق دعم شعبي للتحرك الفلسطيني على المستوى الدولي، بعيدا عن أي استقطابات، بعيدا عن أي أحداث يمكن أن تنحرف بنا عن الطريق الصحيح. وفي هذه المناسبة أيضا يؤكد المجتمعون أيضا على دعمهم لمصر جيش وشرطة وشعب في مواجهة الإرهاب المتربص الذي يعني يرتكب العديد من الجرائم على الأرض المصرية، وفي مواجهة القوات المسلحة، وكان آخرها حادث يوم الجمعة الماضي، هذا الحادث المؤلم الذي نعزي فيه أنفسنا ونعزي فيه أسر شهداء القوات المسلحة، ونؤكد على ضرورة الاصطفاف الوطني، وهو زي ما قلت إن احنا يبقى في دعوة للقاء الأحزاب لدعم التحرك الفلسطيني تحت شعار نختلف من أجل مصر ونتفق من أجل فلسطين. تحت هذا الشعار هناك دعوة يتوجه بها الحضور للقوى والأحزاب السياسية المصرية، بالإضافة إلى ضرورة عقد اجتماع ومؤتمر لكافة قادة الأحزاب المصرية دون تمييز أو إقصاء إلا بمعيار: من يدعم الإرهاب فكرا وفعلا معلن أو مستتر هذا هو مستبعد من المنظومة. أما كافة الأحزاب والقوى السياسية الداعمة للدولة المصرية وسيادتها على كافة أراضيها والمتفقة على ضرورة مواجهة الإرهاب المتستر بالدين أحيانا والمرتبط بقوة إقليمية أو بقوة دولية في غرض تنفيذ المخطط الجديد للمنطقة، تقسيم المجزأ وتجزئة المجزأ، تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، في محاولة لما يسمى بالشرق الأوسط الجديد أو خلافه أو تحت هذه الشعارات أو الفوضى الخلاقة أو خلافه أو الفوضى المدمرة، كل هذه المسائل. أنا طبعا هدي الفرصة لزملائنا من الحضور، لكن عاوز أبشر زملائنا الإعلاميين إن إحنا في نتائج مبشرة جدا جاءتنا من تونس. جاءتنا من تونس الآن المؤشرات، ده مهم جدا لأننا حينما نتحرك نحن ونحن عيوننا على كل المنطقة العربية، ولا يمكن نحن نغمض أعيننا على أي تطور سياسي. شبكة ARM تنشر النتائج الكاملة للانتخابات التشريعية التونسية حسب الدوائر 33 لكل قائمة حزبية.
النتائج الكاملة ل 33 دايرة، شبه الكاملة التي تشمل 214 مقعدا من إجمالي 217. حزب نداء تونس عدد المقاعد 83 بنسبة 38.24%. حزب الحركة النهضة عدد المقاعد 68 النسبة 31.33%. الاتحاد الوطني الحر عدد 17 النسبة 87.3%. الجبهة الشعبية عدد المقاعد 12 النسبة 52.5%. حزب آفاق عدد المقاعد 9 بنسبة 4.14%. التيار الديمقراطي عدد المقاعد 5 النسبة 2.3%. المؤتمر من أجل الجمهورية عدد المقاعد 4 النسبة 1.84%. المبادرة عدد المقاعد 4 والنسبة 1.84%. حركة الشعب عدد المقاعد 2. التكتل الديمقراطي من أجل الحريات عدد المقاعد 2. الحزب الجمهوري عدد المقاعد 1. طيار المحبة عدد يظهر ما عندهمش محبة، ما مش عايزين محبة، عدد المقاعد 1 بس، ده 1 بس يعني ده مع المحبة، الباقي مع الشخصي بقى مع حركة الديمقراطيين الاشتراكيين عدد المقاعد 1. الوفاء للمشروع عدد المقاعد 1. المجد للجريد عدد المقاعد 1. صوت الفلاحين 1. مستقلين عدد المقاعد 2 مقاعد لم تحدد بعد عدد ده بإجمالي اللي ما أعلنه بالفرز النهائي لتونس. فواضح أن هناك مؤشر في تونس مؤشر خير أن يضيف للحراك السياسي في المنطقة العربية بعد جديد. إقامة دولة على جزء قد نعترف بهذا مبدئيا، ولكن الهدف الأساسي هو تحرير كامل التراب العربي المحتل، باعتباري أمثل حزبا لا يعترف بالكيان الصهيوني ولا يعترف بوجوده ونسعى لإزالته من الوجود، فكما جاء من العدم وجب عليه أن يرجع من المكان الذي جاء منه. الثالثة، أننا نؤمن أنه لا توجد قضية قومية وقضية إقليمية، لا يوجد ما يسمى قضية فلسطين وقضية مصر وقضية اليمن وغيرها. لقد تعلمنا حين قامت ثورة يوليو 52 ذهب المظليين المصريين ليدافعوا عن سوريا، وحين مرت الثورة اليمنية بمأزق ذهب الجيش المصري ليساند الثورة في اليمن، وحين قامت الثورات في الأمة العربية في ليبيا وفي السودان وفي غيرها كانت كلها ثورات داعمة لأمتها العربية، لأننا في النهاية وطن عربي واحد نحيا على أمل أن يتوحد هذا الوطن وأن يسترد كل ما له من حقوق على أرضه. فنحن لا نؤمن بحرية الإنسان دون حرية الأرض أو العكس، فيجب تحرير كامل التراب العربي الآن وتحرير كل إنسان عربي، وما لا نقبله في فلسطين لا نقبله في القاهرة. ونعتقد أن ما يقع على شعبنا العربي في فلسطين هو اعتداء مباشر علينا في مصر، يقع على كل بيت مصري ويقع علينا جميعا. وليس أدل على ذلك من أن تقوم عصابات الإرهاب بالاعتداء على جنود من جيشنا مرة تلو الأخرى، وآخرها الجمعة الماضية حين يعتدون على جيش مصر. هم يعلمون أن مصر هي العمود الفقري لهذه الأمة العربية، إذا استقام العمود الفقري استقامت الأمة العربية كلها. ومن هنا جاء توجيه ضرباتهم لمصر، ونحن نؤكد أننا نتضامن مع جيشنا ونتضامن مع شرطتنا ونتضامن مع شعبنا، ونقدم العزاء لشعبنا كله في شهدائنا الذين لقوا ربهم في هذا الحادث الأليم الذي مر به مجموعة من جند مصر. ونعلم جميعا أن جندنا في مصر هم الجند الذين يجب أن يتأهلوا لأن يكونوا أساسا لانطلاق الثورة العربية كلها، فليس هناك إقليم يدافع عن نفسه، ولكننا جميعا نخرج لندافع عن الأمة العربية كلها. وليس أدل على ذلك
من أنه حين وقعت الانتفاضة في الأرض المحتلة في فلسطين خرج الشعب العربي كله من المحيط إلى الخليج ليؤيد هذه الانتفاضة. إن الحل بسيط أيها السادة، إذا كانوا يدعون إلى العدل والمساواة والحق والحرية فنحن أولى منهم. العدل والحق والمساواة والحرية يعني أن هناك أرضا محتلة وأن هذه الأرض لها أصحاب ويجب أن تعود هذه الأرض لأصحابها. من هنا كان اتفاقنا على أن نقف داعمين لشعبنا العربي في فلسطين، لأننا بهذا ندعم قضيتنا القومية كلها سعيا لوطن الوحدة العربية كلها، وطن ديمقراطي مدني يظلل الأمة العربية كلها من المحيط للخليج. وشكرا وآسف للإطالة. حضرنا يعني متأخرا بعد شيء هو مش من عادته نتأخر، الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، فأهلا وسهلا بيه. وطبعا يعني هو متفق في البداية من حكم التشاور في مسألة الهدف من اللقاء والآليات التي سنتفق عليها فيما بعد، فإذا يعني رغم الحضور متأخرا لكن إذا هو مستعد نستمع إليه بكلمة قصيرة. أولا أنا آسف على التأخير وفعلا مش من عادتي، لكن يعني هناك ظروف حالت دون أن أنا أصل في معادي المظبوط. أولا تحية لكل الحاضرين. ثانيا الحقيقة أنا سعدت وأجد في داخلي دايما رغبة أن أنا أتعلم في مدرسة حزب التجمع اللي دائما ما بيكون سباق إلى كل بادرة بتشير أو بتسعى ناحية الاتفاق القومي وناحية القومية العربية اللي هي تربينا من صغرنا عليها وعلى أيديهم. فأنا شاكر دعوتهم وشاكر مبادرتهم. وهناك بديهيات يمكن أشار سابقي في الحديث إليها، وهو أن هذا شعب يعني احتلت أرضه، وبالتالي لابد أنه سيأتي يوما يسترد هذا الشعب هذه الأرض. من المستحيل أن ينزع ملك أو تنزع أرض من شعب ولا يستردها. طالت الأيام أم قصرت سيسترد الفلسطينيون أرضهم، وستسترد الأمة العربية كرامتها بإذن واحد أحد إن شاء الله. الحقيقة الاعتراف الدولي شيء رائع جدا جدا، وشيء ملفت أنه بدأ يبقى فيه إحساس بأن هؤلاء لهم الحق في إقامة دولة، بأن هؤلاء لهم الحق في العودة لوضعهم على الخريطة العالمية مرة أخرى. دي بادرة طيبة علينا نحن كأحزاب عربية، علينا نحن كقادة عرب، وعلينا نحن كأمم عربية أن نسعى ونضغط بكل ثقل وبكل القوى التي نملكها في أن يكون هذا الاعتراف أشمل وأعم على مستوى العالم كله. البادرة الحقيقة لهذا اللقاء بادرة طيبة جدا. أنا أعتقد أنه ليس هناك حزبا مصريا أو عربيا قد يتخذ موقفا مناهضا أو مضادا لهذه المبادرة وهذه المبادرة الطيبة من حزب التجمع. أنا شاكر مرة تانية وآسف على التأخير، وبإذن الله سنلتقي يوما ما في دولة فلسطين، أو يلتقي من بعدنا في دولة فلسطين الكبرى اللي بنحلم بها وكل الأرض رجعت لأصحابها في لقاء مماثل لهذا اللقاء، ولكن ساعتها مش هيبقى لدعم ومساندة الحق الفلسطيني، ساعتها هتبقى للفرحة والفرح بعودة هذه الأرض لأصحابها الحقيقي. شكرا جزيلا. طبعا يسعدنا ان الباحث السياسي والزميل محمود جابر ايضا في كلمة قصيرة حتى نلقي البيان الختامي والتوصيات. يعني قبل ان اتوجه الشكر لجميع الحضور استاذنكم وقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على ارواح شهدائنا في سيناء. Thank you.
حدث في سيناء ليس حادثة، يعني ليس حادث طريق أو حادث انفجار سيارة، لكن هو مرتبط بهذه الجلسة التي نجلس فيها، هذا الصراع مع هذا العدو الذي لا يعترف بحق والذي دأب على هذا العدوان. ليس من الغريب أن نرى أن إرهابي داعش يعالج في الكيان الصهيوني. إذن مكمن الشر في هذه المنطقة هو في هذا الكيان الذي يرعى كل عمل يضاد للحق ويضاد للعدل. وإذا تفحصنا كل البيوت المصرية في كل القرى وكل النجوع سنجد فيها إما شهيد أو جريح. شهيد قضى على هذه الأرض يدافع عنها ويدافع عن عدالة القضية الفلسطينية وأنها قضيته، وإما جريح جرح من أجل هذا العدل. من هنا فإنني أتوجه بالشكر لصديقي وزميلي الأستاذ عاطف مغاوري بالأصالة عن نفسه وعن حزب التجمع الذي بادر هذه البادرة الطيبة. بعد أحداث التي حدثت في الإقليم من العراق إلى المغرب وتونس ومصر وليبيا، أصبح كل الإقليم منشغل، كل قطر منشغل بنفسه، وأصبحت قضية فلسطين تحتل في قائمة في أواخر الاهتمام العربي جميعا، ليس فقط، لكن أصبح هناك من يحاول أن يخلق عداء عربيا عربيا. يعني بعد الأحداث التي توالت في فلسطين في سيناء عذرا، أصبح البعض يتكلم على أن الفلسطينيين هم الذين يقفون وراء هذا الدم المصري الذي يسيل على أرض فلسطين. هذه الدعوة على أرض مصر، هذه الدعوة جاءت لتصحح الأمور وتعيد الأمور إلى نصابها. الذي يقف وراء هذه الدماء هو هذا العدو المجرم، هذا العدو الصهيوني. ونحن نؤيد قضية فلسطين باعتبارها قضيتنا جميعا، باعتبارها قضية أمة، ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده، لكن قضية الأمة العربية جميعا. نحن مع الحق والعدل الفلسطيني، ليس باعتباره قضية فلسطينية، لكن باعتبارها في المقام الأول قضية عربية وقضية مصرية، وكما قال دكتور مجدي زعبل بأنها أمن قومي مصري. يجب على كل الأحزاب المصرية أن تقف داعمة وراء فلسطين حتى تنال اعترافا دوليا كاملا ليس منقوصا من كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. يجب على البرلمان المصري بعد انتخابه أن يعترف بفلسطين باعتبارها دولة، وأن لا يعترف بهذا الكيان الصهيوني، يجدد ذلك مرة أخرى. أيضا نحن نهنئ الشعب التونسي في انتخاباته، ونتمنى عليه أن يكون أول قرار لانعقاد البرلمان التونسي هو الاعتراف ومؤازرة القضية الفلسطينية. في النهاية وحتى لا أطيل، القضية الفلسطينية هي قضية عربية وهي قلب القضايا العربية، دون أن نتوحد على فلسطين كما قال الأستاذ عاطف مغاوري، فلا نتفق على شيء أبدا. أشكركم.